في خطوة جديدة نحو تحسين الخدمات الصحية في اليمن، قام عدد من طلاب جامعة تعز فرع التربة بتطوير نظام إلكتروني مبتكر يهدف إلى تسهيل إدارة الخدمات الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية. في مستشفى وأنا معي كان إسعاف، دخلت وشفت واحد حاول يسعف أمه، وكان من فئة الصم والبكم، صعب عليه التعامل أو إخبار الطبيب بما تعانيها والدته، وكانت في حالة غيبوبة يعني. فصعب إنه يشرح له إيش الوضع، دخلوها على تحاليل ومدادات فتأخر الوقت توفت. فشفت رسمة الحزن والبؤس في وجه الابن هذا المصاب بلغة الصم والبكم وأي إنه عاجز. من هنا أخذت الفكرة وبقت يعني حاولت إن أنا بقدر ما ممكن أنا أحله، أو أنا ومساعدة إخواني زملائي الأعزاء كيف نحل أو نوصل رسالة نستطيع من خلاله عمل تخاطب أو تسهيل تخاطب ما بين الفئة الصم والبكم والأطباء. المجموعة كانت متميزة ومشروعهم كان متميز، وسعوا إلى تطبيقه الآن في إدارة الصحية لمستشفى خليفة، ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح. هذا النظام على ترجمة لغة الإشارة لذوي الاحتياجات الخاصة، مما يساهم بشكل كبير في تحسين التواصل بين المرضى من ذوي الإعاقة السمعية وبين الكوادر الطبية، ويعد هذا الابتكار خطوة مهمة نحو تذليل العقبات التي تواجهها هذه الفئة من الأمراض. ومن خلال هذا البرنامج استطعنا والله الحمد أن نقدم فعلا توثيق جيد ومميز، واستطعنا من خلال البرنامج أيضا توحيد البيانات والمعلومات والحصول عليها بكل يسر وسهولة. أبرز مميزات هذا النظام هو توفيره لتقنية ترجمة بعض كلمات لغة الإشارة باستخدام الكاميرا، مما يتيح للأطباء والممرضين التواصل بشكل أكثر فعالية. عملنا تطبيق تلفون أندرويد للجهاز أندرويد والآيفون، يمكن المريض من حجز الطبيب أو العيادة من البيت من المنزل، بحيث إن لما يجي المستشفى يجي وقد الحجز حقه موجود بالمستشفى، وهذا يسهل على المرضى اللي هو خصوصا من مناطق بعيدة. رغم الصعوبات التي واجهها الطلاب، إلا أنهم تمكنوا من تجاوز العقبات، آملين أن يتم دعم نظامهم وتقديمه لمن يحتاجوا إليه للاستفادة منه بشكل أمثل. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز.